يعني باردة في أرضية الملعب. كان الله في عون اللاعبين، ممكن لاعبي الباطن يعني متواجدين على هذه الأجواء، وبالتالي هذا يصب في مصلحة فريق الباطن. لكن القادسية يعني قبل هذا اللقاء شاهدناهم في لقطات كانت صعبة، وكرة ملعوبة، هي جول هي جول هي جول هي النيجيري ستانلي في كرة ملعوبة عرضية في الهدف الأول في 16 دقيقة الأولى. فقط احتاج القادسية 16 دقيقة لأن يتقدم بالهدف الأول. الكرة ملعوبة، ستانلي 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 يسجل الهدف الأول للقدساوي. هي القادسية هي القادسية، هذه الكرة العرضية والملعوبة بالراس، وستانلي النيجيري يسجل أول هدف اللقاء. هذا حسن، هذا الشاطر حسن، الله على حسن العمري في إرسالية عرضية حلوة، صناعة ممتازة والرأسية. هنا ستانلي يسجل أول هدف اللقاء. هذا الشاطر حسن، هذا حسن الفنان، هذا حسن المبدع. هذه الكرة الملعوبة وهذه العرضية من الأسمراني. الله 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 على القدسية. الموهبة الجميلة لولا الإصابات، وبالتالي ركان الشملان يرسل الكرة عرضية في مكان ممتاز، وكرة ملعوبة خطيرة، هي جول هي جول. في التعادل فابيو أبرو هي في الجول. رغم الظروف على الباطن لا خوف، الباطن رغم الغياب، وبالتالي فابيو أبرو لا مستحيل مع هذه الكرات. رغم الظروف على الباطن لا خوف على فريق الباطن في ظل تواجد فابيو أبرو، يسجل الهدف الأول وهدف التعادل. هنا الباطن في كرة ملعوبة عرضية، حارس المرمى يلام حقيقة فيصل مسرحي. هذه الكرة هذه اللعبة أمام نايف الماس، وكرة تتهيأ للأمام، وكرة فيها مع فابيو أبرو يعادل النتيجة يعادل النتيجة. هذه الكرة هذه اللعبة، هذا هو الهداف، هذا هو الهداف يظهر في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي الباطن يعادل في شوط أول. واحد 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 واحد، يا سلام على كرة من جانب فابيو أبرو في المكان السليم، وبالتالي كرة تذهب للشباك مع كرة من جانب فابيو أبرو يسجل هدف التعادل. الكرة توصل مرة ثانية كليم هايلاند، ياخذ كرة كليم هايلاند ومامة كارلوس ديريا، وقوي جدا هنا على الطرف الأيمن، وارسالية لعبد المجيد عبيد النشط المتحرك والمزعج على الطرف الأيمن. كرة لا زالت خطيرة، عبد المجيد يصوب كرة، هي جول هي. في الصعبة عبد المجيد عبيد، ثاني الأهداف، صالح العباس بالراس، ثاني الأهداف يا بطناوي. الله يا عبد المجيد عبيد، في هذه الظروف الصعبة يظهر الباطن في المكان الجميل، وكرة ملعوبة من النشيط والرائع جدا في مجلة الشوط الثاني. الشاب الجميل عبد المجيد عبيد يهيئ كرة، يصوب كرة. لاحظ عبد المجيد هذه الكرة على الطرف الأيمن، تقدم معها فريق الباطن، وهذه الكرة فيها مرور وتقدم باليسار، وكرة بالراس، كرة ملعوبة. الله على البديل عبد المجيد عبيد في الكرة ملعوبة. صالح العباس ثاني الأهداف. ألم أقل لكم أن الباطن في الظروف الصعبة ممكن على الباطن؟ نعم، لا يتجاوز المستحيلات، الباطن يصنع المستحيل في أصعب جولة له في تاريخ الدوري. كرة مرة ثانية عرضية، وكرة ليك جيمس ويحاول أبور، وكرة فيها ثاني فيها ثاني فيها ثاني 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 كاروس أديريا، هي جول هي جول هي جول جول. ثاني الأهداف يا كاروس أديريا. ليك جيمس تعادل مثير، مباراة مثيرة في تقدم حاضر، ثاني الأهداف يا كاروس أديريا. هذه الكرة هذه اللعبة، الكرة ملعوبة أنس، وليك جيمس يعرض كرة في المكان السليم، يظهر كاروس أديريا ليعادل النتيجة. يا لها من مباراة، هنا كاروس أديريا يسجل الثاني في كرة عرضية، والرد سريع يأتي فقط دقيقة واحدة في الوقت اللي كنت أتكلم عنه. صالح العباس سجل الثاني بالراس، هذه الرأسية يوسف.